ما عمرني توقعت أن إذا وضعت زيت زيتون على الكمون غيعطيكم نتائج رائعة جدا، وصفة من أروع ما يكون. شوفوا معايا البشرة تبارك الله فيها واحد اللمعة وواحد الإشراقة. أنا ما صدقتش النتيجة منين جربت الوصفة، تصدمت البنات تصدمت، كنقول لكم بالنتيجة لأكثر من رائعة. ومن أول استعمال كيبان لكم الفرق، تبييض، تفتيح، إزالة البقع الداكنة، إزالة التسبغات، وكذلك كتحفز لنا الكولاجين في البشرة. فضلا وليس أمرا ما تبخلوش على خصكم من لايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم باش يوصل أكبر عدد من الناس وكلشي يستافد، وأكيد لكم الأجر بإذن الله. صحباتي كويداتي في النادي ديالي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أفضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بنات الامر غتشوفني ولا غتشوف قناتي، ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين هنا بالاحمر باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا ويوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات. بغيت نذكركم بلا برومو اللي مازال كاينه تحت طلب ديالكم. بزاف ديال البنات كيدوزوا دابا الباك والامتحانات، قالوا لي شي ما عافاك خينا البرومو مازال واحد شويه غير بما كملنا الامتحانات ديالنا وناخذوا ان شاء الله من لا برومو. دونك لا برومو مازال كاينه ان شاء الله باذن الله. هاد اللحسه الفيلاليه الرقم واحد في المغرب للزياده في الوزن وفتح الشهيه من اول استعمال، والله العظيم اللي غتاخذها على ضمانتي الشخصيه، كنقول لكم انا على ضمانتي الشخصيه لانني عارفه المفعول ديالها. شوفوا معايا ما شاء الله الخدود دارت ليا والحنيكات تبارك الله، الجسم ديالي عمر بالكامل، راه ما كنتش بحال هكا نهائيا. رجعوا غير فيديوهات القدام وغتشوفوا الفرق. والناس اللي كيقولوا لي كنتي كتقولنا كتجربي وصفه طبيعيه ودابا كتقولي درتي هذه اللحسه، باش نوضح هذه القضيه كتوضيح فقط. بالنسبه للوصفه الطبيعيه كديريهم وكيعطوك نتيجه ديك الساعه مع كتقطعي الوصفه، كترجعي ضعيفه بحال ما عمرك جربتي شي حاجه، يعني كتكبي الماء في الرمله كيف ما كنقولوا. في الوزن واخا قطعتها مده طويله دابا باش قطعتها ما رجعتش ضعافيت نهائيا. هذا هو الفرق ما بينها وما بين هذه اللحسه الفلاليه اللي ما شاء الله كتزيد الوزن وكتفتح الشهيه. وهذه البنات من غير انها كتزيد الوزن كتصلح ناس عندهم بوم زوي وفقر الدم والقولون العصبي، وكذلك كترفع لنا المناعه، يعني فيها بزاف ديال الفوائد في قرعه واحده. وشوفوا معايا ما شاء الله القوام ديالها كيف داير، شوفوا شوفوا كلها مكسرات، فواكه جافه، العسل الحر. هانتوما كنتعمد نقرب لكم مزيان، ما كاينش شي واحد غيوريكم اللحسه بحال هكا عن قرب، ما كاش نخشيها في الكاميرا باش تشوفوا تلمو. انا عارفه كيفاش دايره في المذاق ديالها وعارفه كيفاش دايره في المفعول ديالها. بالنسبه للحسه الفلاليه حاليا البروموسيون اللي فيها برومو واعره، استفدوا من العرض ما حدو كاين. قرعه واحده من اللحسه كتبقى فقط ب 219 درهم زائد التوصيل بالمجان جميع مدن المغرب، في مكتب المغرب من طنجه حتى للقويره كتوصلك حتى لباب دار فابور، والدفع عند الاستلام. زائد كاينه برومو اخرى، جوج قرعات من اللحسه الفلاليه ماشي وحده، جوج تبارك الله من هاد القرعي هادو فقط 349 درهم فقط، والتوصيل بالمجان حتى لباب الدار فين ما كنتي في المغرب، والدفع عند الاستلام. وخارج المغرب التوصيل ب 200 درهم فقط لجميع الدول الاوروبيه. تواصلوا معنا عبر الواتساب في هذه النمره هذه، راه كنحاولوا نجاوبوا بشوي بشوي، غير صبروا معنا واخا تعطلوا واحد شويه، راه كنحاولوا نجاوبوا، راه كاين كم هائل من لي ميساج وكم هائل من لي كوموند. كنشكركم على الثقه ديالكم فيا، وانا ان شاء الله عمرني غنخسر الثقه ديالكم فيا وغنبقى دائما عند حسن ظنكم. كنقول لكم والله شاهد عليا، كنحلف لكم بالله البنات ما عمرني غنشارك معكم شي حاجه اللي غضر بكم. بالنسبه لهذا الرقم ديال الواتساب تواصلوا معنا نيشان، كتبوا لنا السلام عليكم، انا مثلا عايشه مثلا برا المغرب ولا في المغرب على حسب كل واحد، الاسم الكامل ديالكم، المدينه فين ساكنين، والرقم الهاتف ديال المكالمات، وشحال من قرعه بغيتو، وحده اولا جوج. وكذلك ومثال بالنسبه للتحاميل، تحاميل ميلا الصحراويه، هانتوما باش تعرفوني هذه من بين البواطات اللي كنت درتهم، هانتوما بقى لي غير اللحسه البنات، راني خويتها كذبش عليكم. انا واخا عطاوني نتيجه ما غنبقاش نستغنى عليهم صراحه، لان علاش؟ كينظفوا الرحم، كينقيو الرحم من البروده، كيعالجوا مشكل البروده تماما واطلاقا. كذلك الناس اللي عندهم القبض، الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال بوم زوي، والناس اللي عندهم الالام ديال الدوره الشهريه، كيعين 100% 100% البنات، ماشي 99%. وعلى ضمانتي الشخصيه، حاجه كنعطي عليكم على ضمانتي، راه انا البنات عطيكم وجهي، راه ماشي البنات عطيكم برودويت وما كنبانش في وجهي، انا راه عطيكم وجهي وعطيكم قناتي وكلشي، راه ما يمكنش نشارك معكم شي حاجه اللي غدر بكم. الناس اللي باغيين يبرزوا المنطقه السفليه، والناس اللي بغاو يعالجوا المشكل ديال البروده، والناس اللي بغاو يبرزوا العضله النائمه، عليكم بالتحاميل ميلا الصحراويه. حاليا البرومو اللي فيها خطيره جدا صراحه، برومو ديال جوج بواطات ماشي وحده، جوج تريتمون غدي لكم شهرين كامله تبارك الله، فقط 349 درهم، والتوصيل فابور من طنجة حتى للقويرة، وخارج المغرب في اوروبا التوصيل ب 200 درهم فقط. في الانستغرام تما كنحط لكم جميع اراء الناس. ودابا غندوزو نيشان المكونات الوصفة مع طريقة التحضير،
تبع معايا الفيديو للآن. على بركة الله حبيبتي، غنبداو في مكونات الوصفة وطريقة التحضير ديالها، وقبل ما نبداو الفيديو كيف من العادة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنتم صليو على نبينا في لي كومونتير باش إن شاء الله يكون الأجر ليا وليكم بحول الله. أول مكون عندنا اللي هو الكمون. الكمون اللي كنتناولوه العادي اللي كنديروه في الأكل ديالنا، ما شاء الله. اش غنقول لكم، انا صراحه فاش عرفت الفوائد ديال الكمون وفاش شفت النتيجه على البشره ديالي فاش جربت هذه الوصفه هذه، ما شاء الله ما نحتاج نقول لكم الفرق الواضح والشاسع اللي كتلاحظوه في البشره ديالكم، تبييض وتفتيح وتقشير البشره بعمق، تنظف لنا المسام بعمق، وكذلك كتعطيكم واحد اللمعه رائعه للبشره، زائد التصبغات كتقضي عليهم تماما واطلاقا، مضاده للتجاعيد، مضاده للشيخوخه، وكذلك كتحفز لنا انتاج الكولاجين في البشره ديالنا. دخلوا قراو على هذا المكون هذا باش تعرفوا الفوائد ديالو. اول حاجه بعدا غادي نستعملوا بعد المشروب ديالنا، حتى الفيديو غنستعمل معكم فيه تقريبا جوج ديال الوصفات. غادي ناخذ اول حاجه الكمون ديالي، واحد المعلقه كبيره عامره بهذا الشكل هذا. هنا عندي ثاني مكون اللي هو النعناع مجفف. غتستعملوا اي نعناع مجفف عندكم، ولا ولا زعما تاخذوا النعناع عادي وتجفوه في الدار وتطحنوا على يديكم اللي بغيتوا. انا كنفضل هذه العمليه باش كتجيني سهله وما كنعقلش على الوصفه. غادي تاخذوا هذا الشيء اللي بطون هذا، تاخذوا النعناع المجفف وغادي نضيفوا، غنحلوه اكيد ما نخليوش بحال هكا في الساشي ديالو، من الاحسن نحلوه باش نستافدوا من الوصفه اكثر واكثر. ما شاء الله النعناع مجفف كيقضي لنا على التصبغات، اثار الكلف، اثار الحروق، اثار الشمس، ما شاء الله، ومضاد الاكسده، راه رائع جدا للبشره. ها انتم غادي نستعمل هذه الكميه كامله، يعني ساشيه كامله بحال هكا صافي، انا خويتها. وغادي نخلط هاد النواشف ديالي مزيان 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 بهذا الشكل هذا. فوالا حبيباتي، غنضيفوا الماء يكون سخون طيب مغلي، وغادي نخلط الوصفه ديالي بحال هكا، وغنخليو هاد الوصفه على جنب بما حضرنا الوصفه ديالنا او الكريم ديالنا. دابا غنحضروا الماسك او الكريم اللي كيطبق على البشره. دابا هاد المشروب هذا غنغطيوه، اكيد ضروري تغطيوه بشي طباسيل بحال هكا باش نحافظوا على دوك الزيوت الطياره، لانهم مهمين جدا لصحه الذات وصحه البشره. دونك الاهم حاجه هما دوك الفوائد ديال الوصفه يبقاو لينا في الوصفه، ما يطيروشنا مع الجو. دونك ضروري تغطيو الوصفه ديالكم. غنخليها دابا على جنب لمده 10 ديال الدقائق وغندوزو الوصفه. بالنسبه للكريم السحري ديالنا اللي غادي نحضروا بالنسبه للبشره، اول حاجه غنحتاج اللي هي المايزينا او نشا الذره المعروفة في التبييض وتفتيح لون البشرة، إزالة البقع الداكنة ما شاء الله، وكذلك كتعاوننا باش كنقضيو على التجاعيد وكنفتحوا البشرة ديالنا من أول استعمال. غنستعمل معلقة كبيرة عامرة من المايزينا. وعندي ثاني مكون اللي هو الحليب مجفف أولا نيدو. ممكن تستعملوا أي حليب مجفف عندكم، ماشي بالضرورة نيدو، أي حليب كيف ما كان استعملوه. غنستعمل معلقة كذلك. غادي نضيف زيت الزيتون اللي اش غنقول لكم، نعيه ما نشكر في زيت الزيتون، ما غاديش نوفي حقه وما نعطيش حقه بالنسبه للبشره. الناس اللي عندهم بشره جافه وشديده الجفاف كيعطينا ترطيب، وكذلك الناس اللي عندهم حروق، الناس اللي عندهم البشره ديالهم مهيجه، كيلائم لنا الجرح، كيساعدنا في ازاله التصبغات، كيساعدنا كذلك في قضاء التجاعيد. هنا غادي نستعمل تقريبا واحد المعلقه حتى جوج معلقات، انا غندير جوج معلقات من زيت الزيتون، المعلقه الاولى هنا، المعلقه الثانيه، وغادي نخلط هاد الكريمه ديالي جيدا حتى نحصل على كريم اللي هو القوام ديالو متجانس بحال هكا. فوالا شتو معايا الكريم كيفاش كتخرج لنا اللون ديالها بهذا القوام هذا. ومن الاحسن ما تكونش ثقيله بزاف حيت مازال غادي نضيفوا ليها بعض المكونات. وهنا حبيباتي من بعد ما خليت تقريبا 10 ديال الدقائق هاد المشروب ديالي، دابا شنو غادي ندير، غناخذ كاس اخر وصفايه فاش غادي نصفي هاد التفل ديال الحبوب النعناع مجفف وكذلك ديال الكمون، نخلي فقط المحلول.
واكيد حبيبتي فضلا وليس امرا ما تبخلوش على اختكم من اللايكات اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. بغينا هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من اللايكات وبارطاجيو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش تعوم الافاده ان شاء الله. فيديو وصفه كتستاهل مليون لايك وحصريا على قناتي وقناتكم شيماء ميلا. بالنسبه لهذا الشيء اللي غيبقى لنا هذا التيفل ديال الحبوب المجفف ديال النعناع وكذلك الكمون ما غنضيعوش غادي نضيفوه. هذا هو السر ديال الماسك، هو اننا هذا الخليط هذا غادي نضيفوه للماسك. دابا هذا المشروب غنخليه على جنب حتى يبرد وغناخذ هذا التيفل كامل اللي بقى لي هنا وغنديرو على هذا الماسك. داك الشيء اللي قلت لكم قبيله، حاولوا انكم ما تقلوش بزاف داك زيت الزيتون والنشا ونيدو، ما تخليهمش يتقالوا معكم بزاف حيت مازال غنضيفوا لهم هذا المكون باش يلا الوصفه تجي معنا هي هذيك في القوام. ها انت يا اختي اش غنقول لكم، هذا الماسك هذا والله العظيم اللي غادا تجربو غترحمني وغتشكرني عليه. هذا البنات ماسك متكامل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت للماسكات وكل مره يديروا ماسك في شكل، هذا ماسك متكامل للتجاعيد والتصبغات والتبييض وكلشي، يعني غضربي عصفورين بحجر واحد. ها انتما شوفوا معايا القوام كيفاش ولا عندي كريمه وغادي وكيعقد معايا فوالا. وبالنسبه لهذا المشروب هذا غادي نضيف ليه بعض الاضافات اللي هو الخل الابيض. الخل الابيض غزال بزاف للجسم ومفيد للصحه الذات ديالنا، فقط استعملوه بالكميه المناسبه ما تقويوش بزاف. استعملي واحد شويه فقط تقريبا واحد راس معلقه صغيره، يعني ما تكثروش فيه نهائيا، راس معلقه صغيره كافيه. اول حاجه غنبداو بها اللي هو هذا المشروب هذا الاكثر من رائع. هذا كيصلح الناس اللي عندهم القولون العصبي، الناس اللي عندهم مشكل ديال الدهون في البطن، الناس اللي كيعانيوا من الغازات، الناس اللي عندهم البطن دائما منتفخه، والناس اللي عندهم المشاكل في الجهاز الهضمي بصفه عامه، ما كتهضمش لهم الماكله دغيا دغيا. هذا المشروب غزال بزاف بزاف لهاد المشاكل هادو، خذوه على ضمانتي. وكذلك كيصفي لنا الذات من السموم ومن جميع الامراض اللي كيكونوا فيها، وكانه ديتوكس طبيعي للجسم، يعتبر ديتوكس طبيعي للجسم. هذا جربوه على ضمانتي، غديروه مره كل يومين، كل يومين تستعملوا هذا المشروب هذا لمده اسبوع واحد فقط، يعني مره كل يومين نهار ان نهار لا. رجعوا عندي للتعاليق وتردوا عليا الخبار بهاد الوصفات هادو بجوج بهم. وعندنا هذا الماسك هذا الغزال الغزال بزاف بزاف. ها نتوما شوفوا شوفوا القوام البنات كيف داير، راه الا تبعتوا المقادير كيف ما عطيتكم انا بالحرف الممل غيطلع معكم هذا القوام هذا. هذا البنات بلا ما تستعملوا المقشر قبل منه، جميع الوصفات ديال الوجه اولا الجسم كنقول لكم دائما تقشروا البشره ديالكم قبل، مي هذا الماسك ديروه نيشان على البشره ديالكم بلا تقشير بلا ولا. علاش؟ لانه هانتوما كتشوفوا فيه هو اصلا في حبيبات ديال داك الشاي المجفف اولا داك النعناع المجفف، راه هو كيدير لنا تقشير للبشر. هانتوما غادي تاخذوا شويه بحال هكا من الماسك وغطبقوه، راه فيه مقشر وماسك وكذلك انه مبيض ومفتح البشره. كطبقوا بحال هكا على البشره بهذه الطريقه هذه، وانتم اكيد كتبقاو ديروا تقشير هكا مده 5 ديال الدقائق. دونك كنخلي الماسك بحال هكا حتى كينشف تماما، يعني كل وحده والبشره ديالها ينشف على 15 دقيقه على 20 دقيقه، عطيه الوقت الكافي حتى ينشف. وتغسليه بالماء الفاتر ومن بعد بالماء البارد. داومي على هذا الماسك هذا على الاقل 3 مرات في الاسبوع. ان شاء الله نتمنى الفيديو اليومين الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، باي باي.